طب احنا معانا كابتن من الكباتن اللي لعبت معاك في المباراه ده، كابتن امين ابراهيم. امين طبعا هنسمع هيقول ايه ونرجع تاني نكمل الحوار. طبعا امين. احب اتعرف بجيلي اللي عاشرني وعاشرته في الستينات، كنت انا وحسن مختار والسناري وحوده وميمي درويش وامين ابراهيم سيد حامد وعربي وشحتة وعلى ابو جريشة وريعو سيد عبد الرازق واميره ويستر بوش وسيد السقا. جيل كان لي الشرف ان انا لعبت معاهم انا صغير، واسعدني ربنا بان احنا خدنا بطولة الدوري وبطولة كاس افريقيا للنادي الاسماعيلي. احب اتكلم عن زميل انا بعتز بصداقته وبزمالته وهو علي ابو جريشه، كان اسم على مسمى وكان فاكهه الكره المصريه، وكنا اسره واحده وجيل واحد، وعلي من احسن ما زملت في الملاعب هو وشحته وعربي. وعلي ابو جريشه ده يعني لو حبينا نتكلم عليه مش محتاج برنامج بحال، محتاج برامج كتيرة، وهو من الأجيال التي لا تعوض في النادي الإسماعيلي أو أي حد من الجيل اللي أنا لعبت معاه. مش شايف حد زي الجيل اللي أنا لعبت معاه يعني، وكنت نفسي إن الجيل ده يكرر من ولاد بلد النادي الإسماعيلي ويرجعوا أمجادنا وذكرياتنا. وأحب أقول لجمهوري العزيز تحياتي لكم وشكري لكم، وارجو ان اكون سعيد ان انا اتكلمت معاكم عن طريق قناه الاهلي، وبمناسبه اتكلم عن زميل لن انسى، زميل ملاعب وزميل بلد وزميل حياه وزميل معسكرات، وهو على ابو جريشه. ويسعدني ان انا لعبت جنب على ابو جريشه وجنب سيد عبد الرازق. بشكرهم بشكرهم بشكرهم. هتقول ايه للكابتن امين ابراهيم؟ امين مقاتل. امين مقاتل، كان بيلعب بروح عاليه جدا، بيلعب باك شمال، باك شمال. ولعب ماتش الانجلبير، كان من نجوم الماتش اللي هناك. كان عامل ماتش كبير جدا باستمرار، لان احنا ضغطنا بره بيبقى عليه ضغطنا في الشوط الثاني 2-2 وفرقه رهيبه. فامين كان من قلب الاسد مع ميمي درويش مع حوده مع سناري ووراهم حسن مختار. لا فاكر التشكيل بالكامل يا كابتن؟ طبعا. قول لنا كده على التشكيل بالكامل طبعا في المباراه دي. هو حسن مختار والسناري باك رايت، ميمي درويش وحوده سرد باكين، وامين ابراهيم باك شمال، نصر السيد وسيد حامد وريعو، وانا النوس وسيد عبد الرازق. وسيد عبد الرازق وبعدين طلع امين من كتر ما الضغط كان عليه، لانه كان بيراقب يعني اخطر واحد فيه. في اخر ربع ساعه طلع لعب مصطفى درويش الوينج رايد ده. لعب مصطفى درويش مكانه اخر ربع ساعه. في الماتش اللي في مصر طلع نوس عشان كان مصاب، ولعب اميره يعني برضه نفس التشكيله لعبت، وطلع النوس ولعب اميره. انت الجول ده جبته يا كابتن في الدقيقه 31 قبل الشوط الاولاني ما ينتهي. نعم. وكابتن سيد عبد الرازق جاب ضربه جزاء في بدايه الشوط الثاني. نعم. وبعد كده سجل في الدقيقه، كان في الدقيقه 70 اللي هو في الدقيقه 70 وبعدين في اخر دقيقتين جاب الفاول اللي هو بعد ما الكابتن سيد عبد الرازق جاب الجول الثاني. النتيجه لسه لا خلاص الماتش كان فاضل حاجه، حسينا الماتش خلاص. طبعا الناس بقى والجمهور وكده، انت بتحس بالمدرجات اكيد، فانت حاسس ان بدا الناس تصفر وتعمل، فانت بقيت حاسس ان عايز بقى تسمع صفاره الحكم وتخلص تعدي اليوم ده تفرح كمان. لا كان يوم مش سهل، انا يعني قعدنا يومين عشان تاخد راحتك بعد اليوم ده، لان يوم كان عصيب، وكنا خايفين من الفشل برضو. انت الناس دي كلها جت ومش ممكن تروح مش مبسوطه، وكل ده حققته البطوله دي وانتوا بره الاسماعيليه. بره الاسماعيليه وفي الجزيره، وبرضه زي ما قلت لك بتمرن في الجزيره او في الزمالك في ملعب فرعي، ويعني مشوار البطوله نصه كنا في الجزيره. بس انتوا عايشتوا مصر اسبوع يا كابتن علي بفرحه ونشوه المكسب على البطوله دي، ودي اللي هي جراءة الفرق المصرية على الكرة الإفريقية. أيوة دي اللي احنا ده اللي بنقوله يعني بالزبط. طيب.